بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، مر بنا في درسنا السابق بأن العصبات عند علماء الفرائض هم قرابة الميت من جهة أبيه. العصبة هم قرابة الإنسان من جهة الأب، أما لو كانوا من جهة الأم نسميهم أخوالا وهم من ذوي الأرحام. والعصبة سموا بذلك لأنهم يعصبون الميت، أي يحيطون به كالعصابة التي تحيط بالرأس. وأحكام العصبة قلنا إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، لو في الجد العاشر أو أكثر، إذا لم يوجد أقرب منه فهو يأخذ جميع المال من الألف إلى الياء. وإذا كان مع صاحب فرض، يعني معهم أم، معهم زوجة، معهم مثلا نقول بنت، معهم بنت ابن، معهم أخت من الأم أو أخ من الأم، إذا كان معهم صاحب فرض أخذوا ما أبقت الفروض. وإذا لم يبق شيء سقط، إذا لم يبق شيء سقط العاصب، بينما صاحب الفرض لا يسقط. إذا لم يبق له شيء نقول عالت المسألة. فمثلا لو أن عندنا رجل أو امرأة ماتت عن زوج وعن شقيقتين وعن أخت من الأم وعن جدة، أقول مسألتهم من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقات لهن الثلثين أربعة، صاروا سبعة زادوا، ما نقول يسقطون لا، والأخت من الأم لها السدس واحد صاروا ثمانية، والأخ والجدة لها السدس واحد صاروا تسعة، فعند ذلك نقول بأنها عالت إلى تسعة، بينما العصبة لو قلنا هلك إنسان عن أو هلكت امرأة عن زوج وشقيقة وابن عم، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف وابن العم يسقط. لماذا؟ لأنه ما بقي له شيء. فالعاصب إذا لم يبق شيء سقط، بينما صاحب الفرض لا يسقط، لأننا عرفنا صح ما هو الفرض، قلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر في الشريعة، لا مجال للزيادة ولا للنقص إلا بالرد أو العول، نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الفروض المقدرة اللي نقراها في المصحف ونرتلها في الصلاة ونتعبد بها ستة، هنا جماعة يقول أخذوا النصف، وجماعة نقول لهم الربع، وجماعة نقول لهم الثمن، وآخرين نقول لهم الثلثين، وفريق آخر نقول لهم الثلث، وفريق سادس نقول لهم السدس، لهم سبعة، عدد سبعة كلهم يشتركون، لهم يعني أهل السدس عددهم سبعة يشتركون في السدس.
أقول الفروض المقدرة المبينة الموضحة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. إذا قلنا أهل النصف نقول خمسة. من هؤلاء الخمسة؟ رجل واحد وأربع نساء. الرجل من هو؟ الزوج، زوج المرأة. والنساء أربع، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، نحط معهم الزوج صاروا خمسة. هؤلاء يمكن يا أي واحد منهم يأخذ النصف. من يمكن الاجتماع؟ من يمكن يجتمع؟ نقول اللي يمكن أن يجتمع اثنين من هؤلاء الخمسة كل واحد نعطيه نصف. من هم؟ الزوج والشقيقة، الزوج والأخت لأب. أما زوج وبنت ما يمكن، لأنه إذا كان عندنا بنت فالزوج ما يأخذ النصف. وإذا كان عندنا زوج وبنت وبنت ابن، إذا كان عندنا بنت فبنت الابن ما تأخذ النصف، وهكذا. فأهل النصف خمسة لا سادس لهم، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. متى يأخذ الزوج عن نصف أيها الأحباب؟ يأخذ الزوج عن نصف إذا عدم الفرع الوارث، يعني ماتت زوجته وما عندها عيال ولا أولاد بنين، ما عندها أولاد ولا أولاد بنين. ماتت فاطمة وعندها زوجها، نقول لها أولاد؟ قالوا لا. طيب أولاد بنين؟ قالوا لا. إذن نقول أعطوا الزوج النصف. فالزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت أو أولاد بنيه. طيب البنت؟ البنت تأخذ النصف بشرطين، الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، عدم الفرع الوارث. والبنت تأخذ النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، يعني ما في أحد يشاركها فيه من خواتها ولا في أحد من إخوانها يكون عصبة لها. البنت تأخذ النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط، ما هي؟ عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها، وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها لأنها بنت ابن. والميت إذا كان له بنات أو أولى أو بنين لا تأخذ بنت الابن النصف، فتأخذ بنت البن بنت الابن النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث. والأخت من الشقيقة، شقيقة يعني أمها وأم الميت واحد وأبوها وأبو الميت واحد، كلهم هي والميت أمهم فاطمة وأبوهم سعد، يعني ما هي أخت من الأم ولا هي أخت من الأب، وإنما أم وأب. نقول تأخذ الشقيقة النصف بأربعة شروط، ما هي هذه الأربعة؟ عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث اللي وعدم الفرع الوارث للميت، وعدم الأصل من الذكور الوارث، يعني ما في أب ولا جد ولا أبو جد. عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، أربعة شروط. الأخت من الأب تأخذ النصف بخمسة شروط، الأربعة السابقة وشرط خامس عدم الأشقاء والشقائق. إذا كان في أشقاء أو شقائق فالأخت من الأب لا تأخذ النصف، فإذا أشقاء فالأخت من الأب لا ترث، وإذا شقائق فالأخت من الأب قد تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة. هذه أيها الأحباب هي ضوابط أهل النصف. ننتقل لأهل الربع، من هم؟ الزوج، الزوجة. الزوج إذا وجد فرع وارث، يعني ماتت زوجته وله ولد، ماتت زوجة يعني له ابن، ماتت زوجته لها بنت، ماتت زوجته لها بنت ابن، ماتت زوجته لها ابن ابن، وهكذا. عدم الفرع الوارث.
فإذا وجد الفرع عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث أعطينا الزوجة الربع، وإذا وجد الفرع الوارث أعطينا الزوجة الثمن، والزوج إذا وجد الفرع الوارث أعطيناه الربع، وإذا عدم الفرع الوارث أعطيناه النصف. طيب من أهل الثمن؟ أهل الثمن الزوجة أو الزوجات، عنده زوجة وعنده أولاد نقول الزوجة لها الثمن، عنده زوجتين وعنده ابن أوله أو ابن نقول الزوجات يشتركن في الثمن، وليس لكل واحدة ثمن يشتركن فيه. عنده ثلاث زوجات نقول يشتركن في الثمن، أربع زوجات يشتركن في الثمن، فالثمن للزوجة أو الزوجات فقط. بقي الثلثين لمن؟ نقول الثلثين لأربعة. من هؤلاء الأربعة؟ البنات. النصف قلت البنت وحدة، الآن أقول بنات يعني أكثر من وحدة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. إذا اجتمع عندنا بنتين، بنتين للابن، أختين شقيقتين، أختين من الأب، أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، هؤلاء يمكن أن يأخذ كل صنف منهم يأخذ الثلثين. ننتقل لأي شيء؟ ننتقل للثلث، والذين يأخذونه أحد ثلاثة، ثلاثة فقط لا رابع لهم. من هؤلاء الثلاثة؟ الأم. الأم إذا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الإخوة، الجمع من الإخوة، الأم والإخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد، والجد في بعض أحواله وليس دائما، الجد، وإذا قلنا الجد المقصود به أبو الأب وليس أبو الأم، لأن أبو الأم يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد، بالجد الفاسد. فإذا قلنا الجد أو عندنا باب في الفرائض اسمه باب الجد والإخوة، فالمقصود بالجد أبو الأب. فنقول إذا يعني وجد عندنا جمع، إذا أهل الثلث نقول ثلاثة، الأم إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والإخوة من الأم إذا توفر الشرط، والجد في بعض أحواله. آخر فرض السدس. من أهل السدس؟ أقول أهل السدس سبعة، أكثر أهل الفروض هم أهل السدس. من هؤلاء السبعة؟ أقول الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم يعني ذكر ولا أنثى، أخ من الأم أو أخت من الأم. فهؤلاء السبعة يمكن أي واحد منهم يأخذ السدس. فالفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. عدد هؤلاء اللي ذكرنا كلهم 21، هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. والفرض قلنا أيها الأحبة نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد. وش معنى الرد؟ الرد أن يكون أصحاب الفروض أقل منها. نقول هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لها السدس، والباقي أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد إطلاقا، أقول أعطوه الجدة. فلو قلت من الأساس لما سئلت هلك محمد عن جدة أقول الجدة لها جميع المال، يقول الإنسان خطأ، لكن نقول لها السدس. لكن إذا ما في أحد نقول أعطوه الجدة. هلك سعد عن أم وأخ من الأم، أقول الأم لها الثلث،
والأخ من الأم له السدس، والباقي يعني بقي عندنا كم؟ بقي عندنا اثنين أو بقي عندنا ثلاثة، بقي النصف. لمن؟ أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول نعطيه الأم ونعطيه الأخ من الأم على قدر ميراثهم، فهذا يسمى الرد. الرد هو يعني الرد هو أن نقسم أو نرد ما زاد عن الفروض على الورثة. والعول، العول تعريفه قلنا زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. قالوا هلكت فاطمة عن زوج وشقيقتين وأخت من الأم وجدة، قل من بعد؟ قالوا بس، نقول مسألتهم من ستة، الزوج له نصف ثلاثة. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والشقيقتين لهن الثلثين، الثلثين ستة أربعة، صار ثلاثة وست، ثلاثة وأربعة سبعة، زادت. نقول بعد الجدة لها السدس، صار ثمانية، الأخ من الأم له السدس، صار تسعة، فصارت المسألة من تسعة. فأنا أقول للزوج لك النصف وأنا أعطيه الثلث لأن المسألة عالت، وأقول للجدة أو وأقول للأخ من الأم أقول لك السدس وأنا أعطيه التسع، وأقول للزوج لك النصف وأنا أعطيه الثلث، وأقول للشقيقتين لكما الثلثين وأنا أعطيهن أقل من النصف. فهذا هو العول. فإذا قلنا عرف العول، نقول العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. قلنا البارحة أيها الأحباب، من الناس أو من العصبة من يعصب أخته. العصبة عندنا ثلاثة: عصبة بالنفس، أب ابن، ابن ابن، عم ابن عم، إلى آخره. عصبة بن، وعصبة بالغير، الأخوات مع الإخوة والبنات مع البنين، عصبة بالغير. وعصبة مع الغير، الأخوات مع البنات أو مع بنات الإبن. فهؤلاء هم العصبة. ونقول الذين، الرجال الذين يعصبون أخواتهم أربعة، الذين يعصبون أخواتهم أربعة. ولا في عندنا عصبة عددهم 15 مثلا، وحتى مثلا عندنا المعتقة، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فنقول الذين يعصبون أخواتهم أربعة، من هم؟ الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته الأخت الشقيقة، والأخ من الأب يعصب أخته الأخت من الأب. وأما من عداهم، عندنا من العصبة بالنفس العم، هل يعصب أخته؟ نقول لا، أخت العم ما ترث، عمه ما ترث. طيب عندنا من اللي يعصبون من الذين من العصبة وهو لا يعصب أخته، ابن الأخ، فالأخ عاصب وابنه عاصب، فنقول ابن الأخ عاصب، هل يعصب أخته؟ لا، لأن بنت الأخ ما ترث، ليست من النساء الوارثات كما يقول فيها الناظم: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. عندنا آخر مسألة أخذناها البارحة: قد يدلي رجل بوسيلتين. قلنا هلكت فاطمة، قال طيب أنا زوجها، قلنا لك النصف أو الربع، وغالبا إذا كان الربع ففي فرع وارث، والفرع الوارث قد يكون عاصبا. فنقول في هذه المسألة ترثها لكونك زوج، قال أنا بعد في نفس الوقت ابن عم، في نفس الوقت ابن عم، نقول ترثها عاصبا لكونك ابن عم، فهو يرث من جهتين. مسألة ثانية: جاء واحد وقال هلكت ليلى، قلنا وش علاقك بها؟
أتوكل، أختي من الأم، أختي من الأم. طيب بعدين قال له بعد وسيلة ثانية، قلنا ما هي؟ قال أنا ابن عم، لأنه كانت مع أمها مع أبوي وبعدين طلقها وأخذها عمي، فأصبحت يعني بنت عمي. أنا ابن عم وفي نفس الوقت أخ وفي نفس الوقت زوج، تزوجتها. ففي هذه الحالة نقول يرث بالوسيلتين. فإذا جاء رجل وقال هي بنت عمي وزوجتي، نعطيه لكونه ابن عم ونعطيه لكونه زوجته. وإذا جاء رجل آخر وقال بنت عمي وفي نفس الوقت يعني أخت لي من الأم، نعطيه بكونه ابنة عمه ولكونها أخت من الأم، وهكذا. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالمناسخات. والمناسخات أيها الأحباب من أهم الأبواب، لأن المناسخات قد يتساهل بعض الناس في قسمة التركة، فيقولون مثلا هلك محمد وترك 4 أولاد، قالوا لا نبي نستمر ما حنا بقاسمين. بعد سنة سنتين مات واحد من الأولاد وعنده زوجتين وأولاد، بعد فترة مات واحدة من الزوجات، بعد فترة مات أبو واحدة منهن، مات يده، بعدين نصفها المكة كلهم مشتركوا في هذه المسألة. فيحسن في هذه المجال أن نبادر إلى القسمة على حسب الإمكان وإيضاحها، لأجل أن لا تختلط، لأجل أن لا تتفاقم، فإنها إذا اختلطت وتفاقمت صعبت. مع أن الوسائل الحمد لله عندنا تيسرت، فإذا كان مناسخات نعمل للميت الأول مسألة ونعمل للميت الثاني مسألة، وعندنا الآلات الصغيرة هذه نعمل فيها الحساب ونعطي كل ذي حق حقه. ومر بنا باهتمام يعني هذا العلم وحرصه على إعطاء كل ذي حق حقه، ومثلنا نموذجا لذلك بالحمل. لو مات إنسان وعنده زوجة حامل، جاءوا وقالوا مات فلان وعنده زوجة حامل الورثة، قلنا بالشهر كام؟ قالوا في الشهر السادس أو الخامس. قلنا تريثوا شهرين لما نعرف الحمل هذا، قالوا لا عندنا ظروف ولنا يعني مشاكل وكذا ودنا نبادر. حاولناهم الانتظار ما طاعوا، فاضطرنا لأن نعمل لهم 6 مسائل، 6 مسائل لهذا الحمل. يعني قلنا المسألة الأولى مات فلان وزوجته حامل وهذا الحمل ذكر، والثانية هذا الحمل أنثى، والثالثة هذا الحمل ذكر وأنثى، والرابعة هذا الحمل ذكرين، والخامسة هذا الحمل أنثيين، والسادسة هذا الحمل ميت. ثم نستخرج الجامعة، مسألة تسمى الجامعة، ثم نعامل كل واحد بالأضر ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل. وهنا مسائل المناسخات تعتبر من الأهمية بمكان. وقلنا بأننا يعني دراستنا في علم الفرائض في كتاب عدة الباحث، والآن في كتاب الكافي، لأنه أوسع وأكثر مسائل وأكثر تعليقات وشروح على هذه المسائل. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف ثم نتناقش فيها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناسخات. إذا لم تنقسم تركة الميت الأول، يعني مات واحد وما قسموا، بعدين مات واحد من ورثته، كيف نتعامل معهم؟ هذا يسمى بالمناسخات. نعم. حتى مات بعض وراثه فصحح مسألة الأول، نصحح مسألة الأول ثم نأخذ سهام الثاني ونعطيها ورثته. إن انتهت بدون أخذ ورد وبدون مثلا حسابات وكذا الحمد لله، وإلا جعلنا لهم يعني جمعنا المسألتين. ثم صحح مسألة الثاني واقسم سهام الثاني من المسألة. سهام الثاني الميت الثاني اللي حصل عليها اقسمها على ورثته، لأنه مثلا مات الأب وترك 3 أولاد، وبعدين مات واحد من الأولاد وترك زوجة وأولاد، وهكذا. واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسمت صحت المسألتان، انتهت. صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم
وافقت بين مسألتها وبين مسألته. نعم وبين مسألته وأخذت وفق مسألته وأخذت وفق مسألته فضربته في مسألة الأولى. والآن بس لأن كل واحد يعني يسهل عليه بالآلة يعرف إن سهام هذا 4 وورثته كم، سهام الأخير 5 وورثته كم، سهامه 3 وورثته كم، ويقسمها عليهم. نعم فضربته في المسألة الأولى، فإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسألتان الأولى والثانية. نعم فمنه تصح المسألتان. فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، يعني في كامل الثانية أو في وفقها. نعم أو في وفقها، وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقها. نعم فإن مات ثالث صححت مسألته، وهكذا لو رابع أو خامس إلى آخره، وقسمت عليها سهامه من المسألتين، فإن انقسم صحت وإلا ضربت مسألته، وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وتعمل على كذلك في باقي المسائل. نعم وتعمل على ما ذكرنا. فصل. فإن خلف الميت تركة معلومة مبلغ كذا من الدنانير، مبلغ كذا من الدراهم، أراضي، عقار، بساتين، تركة معلومة، كيف نقسمها؟ نعم فانسب سهام كل وارث من المسألة وأعطه تلك النسبة من التركة، فإن عز عليك ذلك فاقسم التركة على المسألة، فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل وارث، فما كان فهو نصيبه. فإذا خلفت امرأة زوج. نعم فإذا خلفت المرأة زوجاً وأم وأخ وأخت، زوج وأم وأخت، وخلفت مثلا نقول 40,000 زوجاً وأماً وأختاً و40 ديناراً، فللأم ربع المسألة. فلها ربع التركة. نقول الحين عندنا أيها الأحباب، عندنا خلفت المرأة زوج وأم وأخت، الأم الزوج له كم هنا؟ نعم الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها السدس، لها الثلث، لها الثلث بعد كذلك لعدم الفرع الوارث، والأخت لها النصف، فلها الأخت لها النصف، فتكون المسألة الآن من 6 ويعني عالت إلى ثمانية، لأن عندنا الزوج 3 والأم 2، 3 و2 كم؟ 3 و2 5. نعم والأخت لها نصف 3، 5 و3 كم؟ 8، صارت المسألة 8. فنقول الآن الأم لها ربع 8 وهو 2، والزوج له 3، والأخت لها 3، فالأم لها 2 في 5 ب10 من 40 هذه، والزوج له 3 في 5 ب15، والأخت 3 في 5 ب15، هذه كملت 40 وهكذا. نعم وللزوج ربع وثمن فله 15. نعم وللأخت مثل ذلك، وإن انقسمت 40 على المسألة فلكل سهم 5، فإذا ضربت سهام كل وارث في 5 خرج مثل ما ذكرنا. يعني كان في طريقة وهي سهلة وميسورة وفيها إرضاء، يأتون الآن ويذكرون أن فلانا مات وخلف، يقولون فلان مات انتقل إلى رحمة الله وخلف عقارا كذا، خلف عمارة في العزيزية في الصكرقم كذا وحدودها وأطوالها،
وخلف مزرعة في الشرايع وخلف كذا. أول خطوة نعملها عندنا مكتب اسمه مكتب هيئة النظر، وعندهم معرفة ودراية في الأسعار وتحديد الأقيام. نطلب منهم الوقوف على هذه الأعيان، فيقولون هذا يساوي على سبيل المثال 1,000,000، وهذا يساوي 2,000,000، وهذا يساوي 4، يذكرون الأسعار. نحدد جلسة فيحضر فيها جميع المختصين أو وكلاهم، يعني إذا كان في عندنا قصر وكلاهم، والقصر لازم بعد من يعني ملاحظة اللي فيه غبطة ومصلحة له. فنقول أولا هذا العقار كم ترون أنه يساوي، من يريده منكم للورثة؟ اللي ما عندهم فلوس كاش لازم يتوزعون العقار. يقول واحد أنا آخذه ب100,000 مثلا على سبيل المثال، نقول البقية، الثاني يقول 110، 120، 130، إذا وقفوا سجلناه على آخر واحد منهم. نأتي بالعقار الثاني كذلك، نأتي بالعقار الثالث حتى تنتهي، بحيث يتوازعون ويكون ذلك مبنيا على رضا. أما لو لم نفعل هذا، يقول واحد مثلا كيف أنكم تعطون فلان عمارة عند الحرم وأنا تعطونه مثلا في الشرايع أو في حدها أو كذا، هذا لا. لكن كل يعني عقار وكل نوع يحدد له قيمة ويعرض على الجميع، ويحضرون جميعا ويوقعون على رضاهم بانتقاله وتسجيله باسم أحدهم وهكذا. فكلما كانت المسألة مبنية على التراضي ومبنية على الموافقة صار فيها الود واستمروا فيما بينهم. ولعلنا نتناقش إذا كان هناك شيء يستدعي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.